يعتقد أوين هارجفريز لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق أن النجم المصري محمد صلاح بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي في حالة واحدة فقط. وفجر صلاح مفاجأة مدوية عقب الفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد، قائلا أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع الريدز إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وقال أوين لمنصة تايم توك: يدرك صلاح انه اذا غادر في صفقة انتقال حر فان كل شيء يصب في مصلحته، خاصة في ظل الطريقة التي يلعب بها، فهو لديه الكثير ليقدمه. ويرى لاعب الشياطين الحمر السابق ايضا ان فرصة تحطيم جميع سجلات التهديف مع ليفربول واعتباره اعظم لاعب في كل العصور هي سبب اخر للبقاء مع الريدز. وقال: أعتقد أنه يستطيع اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره، أريد فقط أن أراه يلعب في القمة إذ أراد أن يفعل شيئا مختلفا، فعلينا احترام ذلك. أعتقد أنه يمكنه البقاء لمدة عامين أو ثلاثة على الأقل مع ليفربول لتحطيم جميع الأرقام في سجل تسجيل الأهداف، إنه بالفعل أحد العظماء، ولكن بعد ذلك سيضع نفسه في مكان أفضل مكانة أفضل لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق. ويحتاج صلاح الذي يلعب موسمه الثامن مع ليفربول إلى تسجيل 14 هدفا فقط لمعادلة بيلي ليدل الرابع في قائمة هدافي الريدز التاريخيين، سجل 214 هدفا في كافة البطولات حتى الآن. فهل ترى أن محمد صلاح قادر على البقاء مع ليفربول لمدة أكثر من 8 مواسم، أم أن العروض الخليجية والأوروبية سوف تغريه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؟ شاركنا برأيك تعليقات.